بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الطلبة، قسم النهائي شعبة الرياضيات وشعبة العلوم التجريبية، أقدم لكم ملخص درس فيما يخص التحولات النووية. تتمثل نواة الذرة برمز التالي كما راكم تشوفوا. إكس هي عنصر من العناصر الموجودة تاع الذرات، تلقاها في جدول العناصر لمندليف، والآ هو عدد النوكليد أو عدد الكتلي، زاد هو عدد البروتونات أو عدد ذري. إذا كيف نلقاو؟ إذا زاد هو يمثل البروتونات، ويمثل هو كذلك عدد الكترونات. عدد النيترونات هي ان هو ا ناقص زد، هذا هو عدد النيترونات. ما هي النظائر؟ النظائر هما بالفرنسي يقولهم لي زيزوتوب. ناخذوا زوج عناصر اكس واي جراك، عندهم العدد الكتلي والعدد الذري. لهنا تلقاهم العدد الكتلي يختلف عن العدد الاخر، ولكن العدد الذري تلقاهم متساويان. دونك اختلاف في النوكليد ا وتساوي في البروتونات. استقرار وعدم استقرار الأنوية. إذا كان زاد أقل من 20، هذه الأنوية هي مستقرة، ما فيهاش انبعاث شعاعي. إذا كان زاد أكثر من 2 ذاك، الأنوية غير مستقرة، وهذه قابلة لانبعاث أشعة ومشع. قانون الانحفاض في التفاعل النووي. التفاعل النووي يعبر عن تحول نواة غير مستقرة إلى نواة مستقرة مع إصدار جسيمات ألفا بي ناقص بي زايد والإشعاع جاما. هاي اللي هنا الذرة غير مستقرة، تمدلنا الذرة مستقرة مع إصدار جسيمات ألفا بيتا موان بيتا بلوس، جسيمات مشحونة. إذا أ هي أ1 زائد أ2، وزاد هي Z1 زائد Z2. أنواع التفككات لي ديزانتيغراسيون بالفرنسية. الأنوية تتفكك تلقائيا وتصدر الجزميات التالية ألفا بيتا موان بيتا بلس والإشعاع جاما. إصدار ألفا الجسيمة ألفا. كيفاه؟ ننطلقوا من الذرة كي تعود ماشي مستقرة، نتوصلوا إلى إكراك هاي أ ناقص 4، لازم نكون توازن في المعادلة النووية. أ ناقص 4 والزاد ناقص 2، هذه المجموع لازم مدلنا زاد. لهنا ألفا هي أش أو لليوم. إصدار بيتا موا أو إلكترون 0 ناقص 1، هاي لهنا أ هي أ زايد 0 دوك أ 2، زاد هي زايد 1 ولكن ناقص 1 تولنا زاد. إصدار بيتا موا هذه هي بيتا موا هو أو 0 ناقص 1. إصدار بيتا بلس أو أو ستادير هي هو إلكترون، ولكن هذا البيتا بلس هو إلكترون ولكن الشحنة تاعو زايد 1. تحول النيترون إلى بروتون، هاو النيترون 1 0، دونك نيترون 1 0 يمدلنا بروتون وزايد لهنا وشنهي بيتا موان.
تحول البروتون الى النوترون. ان بروتون يمد لنا ان نوترون زائد بيتا بلس زائد انبعاث غاما بزاوية الإثارة. في حالة إذا كانت ذرة ذات إثارة انستابل يعني غير مستقرة، لهنا نديرو لها نجمة، راهي غير مستقرة، حالة مثارة كلها، يعني إكسيتي، إثارة إكسيتي، إكسيتي. إكسيتي في هذه الحالة هذه مدنا عنصر مستقر غير مثار زيد لها الإشعاع جاما، رمز يعبر عن إثارة النواة يعني إكسيتاسيون. عدد التفككات خلال المدة دلتا ت، عدد التفككات خلال المدة هذه دلتا. إذا اعتبرنا بلي أن صفر هي عدد الأنوية المشعة الموجودة في العينة في اللحظة T يساوي صفر، وأن T عدد الأنوية المشعة المتبقية في اللحظة T، أن زائد دلتا أن عدد الأنوية المشعة المتبقية في اللحظة T زائد دلتا T، حيث دلتا ان سالب لان عدد الانويه يتناقص خلال الزمن. عدد الانويه المتفككه هي وشني ان اي، عدد الانويه الابتدائيه ناقص عدد الانويه النهائيه هي ان ناقص ان، يعني ناقص دلتا ان، هذه هي الاعداد الانويه المتفككه. ودلتا ان هي تتناسب مع ان عدد الانويه المتبقيه ودلتا تي يعني لامدا الى اخره. اذا لامدا هذه يقولوا لها ثابت الاشعاع، وحدته هي تي ناقص واحد يعني واحد على تي، والطو هي ثابت الزمن وهو طو واحد على لامدا ووحدته هو تي يعني زمن. قانون التناقص الأسي وشني، نعتبر ان عدد الأنوية المتبقية، هاي هاي دوك لهنا كي نتحرك لهنا على حسب تقدم في الزمن، لهنا نلقاو بلي عدد الأنوية تتناقص والباقي دائما يكون الأعداد باقية. لكن المثال كانت في ان صفر تولي ان صفر على اثنين، معناه الباقية من الذرات اللي متفككش هي ان صفر على اثنين، والمتفككة هي ان صفر على اثنين من ناحية لهنا. اذا نعتبره دي ان على دي تي هي ناقص لامدا مضربة في ان، أن هو عدد الأنوية المتبقية، دائما هاي لنا، هذه نكتبها يسمى هذه يكون لها معادلة تفاضلية، الحل تاعها من الشكل أن يساوي بي إكسبونونسيال يعني أس أسية ك تي، هذه أن تي، أن تي، أن تي. نعوض في واحد، هاي واحد نعوض بعد التعويض واش توصلوا لهذا النتيجة. التناقص الأشعاعي هو كما ترون، إذا العدد الذرات الباقية بعد التفكك هي أنتي أنسيرو الأعداد الموجودة في البداية مضروبة في أسية ناقص لامدا تي، نصف العمر تي واحد على اثنين لعنصر مشيع،
نصف عدد الأنوية إن على 2. إذن نصف عدد الأنوية المتفككة وكذلك الباقية. نعوضها في هذا المعادلة الحل ذاك المعادلة هذه أن كما راكم تشوفوا لنا تولي أن صفر على 2 بعد تولي أن صفر هاي لنا أن صفر أن صفر على 2 نعوضها واش تمدلنا هذه النتيجة تمدلنا تي واحد على 2 هو نصف العمر هي لوغاريتم نيبريان تاع 2 على لومدا أو طو مضروبة في لوغاريتم نيبريان 2 تعين ثابت الزمن ونصف العمر تي هذاك فلا نعتبر الطو هي نقطة التقاطع محور الفواصل مع المماس المنحني بين ان تي في اللحظة تي اكسف في اللحظة تي لهنا كاين تماس مماس لهنا والطو هي نقطة التقاطع هاي لهنا نقطة ما بين محور الفواصل هاي هو محور الفواصل والمماس تي واحد على 2 هو تعيين الترتيبة المرافقة لان صفر 2 هاي ان صفر على 2 الترتيبة ان صفر تمدلنا الفاصلة الموافقة الفاصل الموافقة هي تي واحد على 2 ثم نسقط على محور الفواصل ومن اجل حصول على تي واحد على 2 نشاط عينة مشعة اتي نشاط عينة مشعة عدد التفككات هاك تشوفوا اتي هي نشاط عينة هي ناقص دلتا ان على دلتا تي ونعتبر باللي النشاط العينة هي دائما موجبة اذن ناخذ لهنا القيمة المطلقة وهي دلتا ان على دلتا تي موجبة هذا دلتا ان هي عدد التفككات ودلتا تي هي خلال ثانية وحدة النشاط هي البكرال يسمى بي كيو ان بكرال هو تفكك واحد في ثانية واحدة نعرف ان دلتا ان تساوي ال لومدا ان دلتا تي دلتا ان على دلتا تي منين لومدا ان ولومدا ان هي ال دي على تي ان دومي مضروبة في ان اللومدا هذه هي هاي اللومدا رايت نالا والنشاط إذن آتي يساوي لوغاريتم نيبريان 2 على نصف العمر تي واحد على 2 مضروب في أن أن هو عدد الذرات المتبقية أن عدد الأنوية الموجودة في العينة و تي واحد على 2 نصف العمر والسلام عليكم ورحمة الله.